تلوث فيها بزاف، فين ما غادي كتلقى حشاكم الازبال، يعني ما كاينش شي حدائق عموميه زوينه اللي غادي تجلس فيها. المسؤولين راه كيشوفوا بعينيهم، يعني يخرجوا يدوروا راه كيشوفوا وساكتين. يعني لو كان جاو يخرجوا راه بزاف الحوايج غادي يتقادوا، بزاف الحوايج غادي يتصلحوا في هذه المدينه هذه. كراسه، الالعاب ديال الدراري اللي غتحطوا وليدك وما تخافش عليه. يعني هنا ما كاين حتى شي حاجه، كنضطروا نسدوا على ولادنا. انا ساكنه هنا في تماره، كنضطر نسد عليهم، يعني ما عنديش فين غنديهم. كيف ما كتشوفوا هذه البلاصه هاجي تعاني من واحد التهميش اللي هو كبير، وماشي هذه البلاصه المنطقه ديال تماره كامله. كيف ما تعرفوا راه الدراري ديال تماره ماشي لقاوش فين لا فين يجلسوا لا فين يفرغوا الطاقه السلبيه ديالهم. كيف ما تعرفوا يعني ماشي لقاوش شي زعما شي بلاصه انهم يتجهوا ليها. كيف ما كتعرفوا دور الشباب قلال، بزاف ديال الحوايج قلالين ما كاينينش، يعني كاين واحد النقص طفيف في البنيه التحتيه. هذه حاجه باينه، يعني الشباب ديالنا شنو غادي يدير؟ غادي يمشي غيتعطل بزاف ديال الحوايج اللي ما خصوش يديرهم، وهاد الحوايج هادو ما بغيناهمش لاننا محتاجين الشباب ديالنا. وكشاب كنبغي انني نشوف الشباب يريحوا في بلايص زوينين، يديروا لهم زعما دي بارك دي جو، بزاف ديال الحوايج كيما يدار. يعني الدراري راه خصهم فين يفرغوا، هذا هو المشكل. الدراري خصهم فين يفرغوا ما عندهمش. يعني هذا المشكل هذا راه بزاف، هذا بالذات راه معزيه بالنسبه لي انا. اللي كنطلب انايا من هذا المنبر هذا هو ان المدينه ديال تمارا تحيد عليها التهميش هذا، رغم ان كيبان لي بداو بعض الاشغال، ولكن المهم كنتمنى ان هذا الشيء يكون زعما تحسن اكثر من هكا ان شاء الله. كتشوفوا معنا الجرائد اللي كاينين هنا في تمارا مهمشه بشكل جزئي، وخاص المسؤولين يديروا شي اضافات لهذا الشيء هذا باش يولي باش يتنظم ويتعاود اعاده التدوير ديالو، باش يولي شي حاجه في مستوى، والناس يلقاو فين يخرجوا وليداتهم وفين يستافدوا من هذا من الجزء الطبيعي ومن الجزء البيئي، باش نمثلوا حنا الدور ديالنا كساكنين لمدينه تمارا، نمثلوا الدور ديالنا في حمايه ممتلكات الارض. وخاص المسؤولين حتى هما ياخذوا من الدور ديالهم على الخاص، يديروا شي دي جو بوغ الدراري الصغار باش يلعبوا، فما الدراري تيخرجوا في العشيه ما تيلقاش فين يدوروا، فين يخرجوا، فين الناس يخصهم يخرجوا فين يدوروا ويلعبوا، تخرجوا وليداتهم بالليل بالعشيه بالسواغي يلعبوا فيهم. هنايا ما كاينش فهمتي، هادو بعض الاضافات بعض النقاط اللي خصهم يكونوا ضروري هنايا في البلايص هادي. وهاد الجراد هنايا في تمارا كاملين مهمشين، ما كاينش مساحات خضراء، ما كاينش فين يلعبوا الدراري، الناس يقدروا يخرجوا من الخدمه يبغوا كاين اللي ما عندوش فلوس باش يجلس شي غاستورون شي حاجه خاصو فين يتغدى، يقدر يبغي يجلس في الجرده، كاين اللي يبغي يراجع، كاين اللي يبغي بزاف ديال الحوايج. المهم الدوله ما موفراش هذا الشيء، ما كاينش مثلا الملاعب فين يلعبوا الدراري، كلشي بفلوس. المهم خاصهم يديروا حل هاد المسائل، يقدروا يكونوا اي شي شويه ديال الالعاب، يقدروا يكونوا كراسة صافي، هادو مش طلابات ساهلين، شويه ديال الورد فين يقدر يشوف الناس فهمتي، يطلقوا عينيهم واحد شويه وصافي، ماشي شي حاجه كشيره وماشي شي حاجه اللي اكسبونسيف. ما تنساش تابونا في لاشين وتاكتيفي الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.